أيضا كان أفضل منتخب في هذه البطولة حتى الآن، سجل 12 هدفا وتلقى هدفين فقط. وبعد الفاصل نعود إلى الجانب الفني بعد الاحتفالات، لا تذهبوا بعيدا. هذه هي الجزائر التي تنتصر، هذه هي الجزائر التي تخسر ولا تنكسر، هذه هي الجزائر التي تنتفض أبنائها من أجل بنائها، الجزائر التي تبكي أولادها، التي يبكي أولادها من أجلها ويمارس لاعبوها الكرة بأرجلهم وعضلاتهم وقلوبهم وشرايينهم وجوارحهم. الجبابرة فعلوها، الله أكبر الله.